أهلا بكم. فقرة زوم نخصصها لتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنهم من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لتنظيم داعش، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكون من 10 فتيات مواليات لهذا التنظيم ينشطن بمدن القنيطرة وطنطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وولاد تيمة وزاقورة وسيدي الطيب نواحي القنيطرة. وقد أسفرت هذه العملية عن حجز مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات لدى إحدى المشتبه فيهن، وسيتم إخضاع هذه المواد للخبرات العلمية من طرف المصالح المختصة، كما سيتم تقديم المشتبه فيهن إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير في الشؤون الأمنية أستاذ محمد بن حمو. تحية طيبة لك سيد محمد بن حمو. أهلا بك سيد محمو. بداية، بماذا تفسرون هذا الإصرار من التنظيمات الإرهابية مثل داعش على استهداف أمن المملكة؟ أكيد أن داعش تستخدم جميع الوسائل وسبل، وهناك محاولات عدة لتحقيق هدفها الإجرامي بالوصول إلى أن تقوم بعمليات إرهابية بالمغرب. أكيد أن القوات الأمنية المغربية ويقظتها والسياسة الأمنية الاستباقية أحبطت إلى غاية الآن كل المحاولات رغم تنوعها ورغم كذلك تنوع مصادرها، ونحن في مرحلة يتأكد بأن داعش تسعى إلى نقل معاركها إلى حدود أخرى وإلى مناطق أخرى، وتسعى كذلك إلى إدخال العديد من الدول في زوبعة العمليات الإرهابية. فتفكيك هذه الخلية يؤكد أن داعش التي أصبحت الآن تجد صعوبات كبيرة في تجنيد المزيد من المقاتلين الإرهابيين وفي نقلهم إلى سوريا والعراق بالأساس، هي الآن تنتقل إلى مرحلة جديدة. أكيد أن هذه المرحلة وهي تأنيت العمليات الإرهابية وكذلك تأنيت المقاتلين الإرهابيين ليست بالجديدة. نعلم بأن داعش جندت العديد من النساء واستخدمتهن في العديد من العمليات الانتحارية سواء داخل سوريا والعراق أو خارجها، وكذلك يعني اعتمدت عليهن بشكل كبير في عمليات التجنيد وفي عمليات البروباغندا وعمليات التواصل وكذلك تدبير الشبكات التي هي الآن أصبحت عالمية بالنسبة لداعش. ثم لهن دور كبير في كل ما يرتبط بالتمويل وكل ما يرتبط كذلك بنشر هذا الفكر المتطرف ونشر كل السبل التي تمكن هؤلاء المقاتلين الإرهابيين من القيام بعمليات ومن كذلك تتبع ورصد أعمال التي يمكن من خلالها أو السبل التي يمكن من خلالها أن يلتحقوا بداعش. فبالتالي نحن أمام نقطة تحول ليست المرة الأولى التي يشتبه في وجود عنصر نسوي، ولكن هذه المرة عددهن كبير. وهنا سؤالي سيد بن حمو، هل نعتبر أن إدماج العنصر النسوي في هذه المخططات الإرهابية لداعش التي تستهدف المملكة، هل نعتبرها تحولا استراتيجيا في طريقة تعامل هذه التنظيمات في استهداف المغرب؟ أكيد أنه تحول. أولا تحول يفيد بأن داعش كشفت العديد من أوراقها فيما يرتبط بالإرهابيين المنضوين أو الناصرين لفكرها في المغرب، لأن الأجهزة الأمنية المغربية لها معرفة ودراية وتتبع ورصد كبير لهؤلاء الذكور منهم بالأساس، وهناك الآن محاولة لتأنيت العملية الإرهابية
ولاستخدام النساء في العمليات الإرهابية، وبالتالي هناك يعني ربما بالنسبة لداعش في هذا التحول ورقة جديدة تسعى للعبها ربما، أو تنتظر من هذه الورقة أن تنتهي بنتائج إجرامية. نحن نعلم بأن هؤلاء المشتبه بهن من ضمنهن يعني شقيقة لأحد الانتحاريين الذي نفذ عمليته بالعراق في مطلع هذه السنة، وأن ما من ضمن ما كانت هذه النسوة تستعد له من أعمال إجرامية هي العمليات الانتحارية، كما أن يعني ما تم ضبطه من مواد كيماوية، وإن كانت يعني إلى غاية الآن يعني التحريات لم تعطي النتائج النهائية، ولكن تفيد بعض ما تم التعرف عليه إلى غاية الآن بأن الأمر كان يتعلق بأحزمة ناسفة، ويتعلق كذلك بمواد كيماوية تستخدم في عبوات ناسفة. وبالتالي أكيد أن طبيعة العمليات التي كانت تتهيأ يعني هذه الفئة الجديدة من الإجراميين لتنفيذها كانت تكون يعني بحسب كل المعطيات المتوفرة، سواء بعمليات انتحارية داخل يعني منشآت حيوية أو بداخل يعني منشآت يلجها الكثير من المواطنين، أو كذلك من خلال القيام بتفجيرات ربما البعض منها كان بعبوات حارقة. فبالتالي هناك أولا يعني إشارة إلى أن هؤلاء هم في اتصال مباشر مع أشخاص آخرين، وخاصة يعني مع خلية العمليات الخارجية بداعش، وأن هناك مؤطر ومنسق لهذه العمليات من خارج المغرب ومن داخله. طيب سيد بن حمو، على ذكر كما ذكرتم الأسلحة والأساليب المستخدمة ربما لصنع المتفجرات وما إلى ذلك، ما هو السر وراء محاولة اللجوء إلى مواد كيماوية كما تضحى من خلال عملية إحباط هذا المخطط الإرهابي، على غرار باقي يعني العمليات السابقة التي كانت دائما ربما تلجأ إلى مثل هذه الأساليب استخدام الأسلحة الكيماوية؟ أكيد أن العديد من المؤشرات تفيد الآن بأن داعش اكتسبت خبرة وقدرات طورتها في مجال يعني الكيماوي والحيوي والبيولوجي، وبالتالي التهديد المقبل سيكون بالأساس للأسف الشديد تهديد بالإرهاب الكيماوي والإرهاب البيولوجي، وكذلك يعني أنواع جديدة من الأساليب. نحن نلاحظ في ما تم الوقوف عنده في هذه الآونة بأن أولا إمكانية استخدام وحمل هؤلاء لأحزمة ناسفة، أو كذلك يعني نقل عبوات ناسفة حارقة يمكن يعني إخفاؤها بالنسبة لهؤلاء النسوة. ثم ربما أن كان هناك رهان على إمكانية أن لا يدخل هؤلاء تحت عين مراقبة الأجهزة الأمنية، وبالتالي يمكن يعني أن يشتغلوا في غفلة عن الأجهزة الأمنية، ويمكن يعني أن يستفيدوا من ربما لا أقول يعني تواطؤ، ولكن عدم المعرفة لدى بعض الأفراد الذين يعني قد لا ينتبهوا لعمليتهم. ولكن يتأكد الآن بأن داعش في هذه المرحلة ستركز كثيرا على النساء. نحن نعلم بأن داعش لها كتيبة يعني نسائية، وهي كتيبة خنساء، لها كذلك يعني كتيبة نسائية تشتغل بالأساس يعني في العالم الافتراضي وفي الحرب الافتراضية، لها كذلك يعني العديد من الانتحاريات والمقاتلات الإرهابيات داخل يعني صفوفها، ولكن هناك كذلك يعني نساء لهم رابط عائلي، إما أزواج لمقاتلين إرهابيين أو شقيقات لمقاتلين إرهابيين أو قريبات لمقاتلين إرهابيين،
وبالتالي ندخل في مرحلة جديدة سيتم الاعتماد فيها على هذه الفئة. واضح. كما أن كل المؤشرات تؤكد بأن داعش ستلجأ كذلك إلى استخدام الأطفال في عمليتها الإجرامية المقبلة. طيب سيد بن حمو، في ظل هذه السياسة الأمنية السباقية التي نجح فيها المغرب، ألم يتلقى تنظيم داعش رسالة عبر إفشال كل مخططاته لضرب المغرب وبأن المملكة قادرة على صد كل المحاولات الرامية إلى المس باستقرارها؟ أكيد أن تنظيم داعش تلقى كل هذه الرسائل، ولكن نحن نعلم بأن هذه التنظيمات الإجرامية هي تنظيمات عنيدة، وهي تنظيمات تسعى إلى تحقيق أهدافها بكل السبل، وخاصة أنه للأسف الشديد هي تجد دائما حطبا لنيرانها من بين هؤلاء الشباب أو النساء كما هو الحال الآن، أو كذلك حتى بعض الأطفال الذين يغرر بهم. فبالتالي يعني هو إصرار لأن مناعة المغرب وحصانة المغرب وكذلك الكفاءة والقدرات العالية التي يعني أصبحت شكرا. بالنسبة للأجهزة الأمنية المغربية أصبحت تحديا بالنسبة لداعش لإظهار بأن لها القدرة شكرا. على التحدي والقدرة على الضرب، ولكن إن شاء الله لن تتوصل لذلك. الخبير في الشؤون الأمنية كنت معنا أستاذ محمد بن حمو، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا بهذا تنتهي فقرة زوم، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.